نقول لكم اخي هذا الموضوع، هذا موضوع كبير متشعب، ولكن نشوف اسهل ما يكون هو انه احنا دابا تنعاني واحد المعاناه بزاف كبيره، تخدم في الشارع مكتوبه بحال هكا في هاد الايام ديال الشتاء، وسميتو تلقى مشكل ما تقدروش تخدموا، مكتوب صعاب باش تخدم بهم نهار ديال الشتاء. ناس اخويا جات ديك الحمله ديال 2016 كتبين بحال الناس استافدوا، ما كانوش كاع تيخدموا في البلاد، كانوا تيديروا غير السواق، وجا القائد ديال المقاطعه السادسه وعطاهم محلات السوق السوق النموذجي. حنا اللي كنا خدمنا ديما في الشارع هنايا في شارع محمد الخامس ما بغاوش يعطونا، ما عطاوناش محلات، وبقينا انا خويا تنعانيو بزاف، بالاخص مع الظروف ديال الشتاء، مره البوليس يجيو تيجريو علينا، مره بحال هكا تيكونوا حتى مجرمين تيتسلط على الكوكاف في الشارع، تتقولي سير بحالك، تيقول لك لا قضايا شارع عمومي، يجي يوقف عليك هكا ويجي يجري لك على الكليان ديالك، على الناس اللي معاهم الخدام. نتمناو من الحكومه تجي من جهتنا، حنا ما عندنا لا تغطيه صحيه، ما عندنا لا ضمانات في الحياه، كنعانيو دابا من الكرا، من الضو، من الماء، تلقاوش باش نخلصو، تطلبوا ناس يساعدونا، والله الا ولاو ناس تي كليان ديالنا ولاو تيعاونونا في الكرا وفي الماء وفي الضو، ولكن الى متى؟ هاد الشيء ما يمكنش غيبقى توجور، ما يمكنش غيبقى دائما، هاد الناس غادي يبقاو يعاونوا فينا، وهاد الشيء راه بحال واحد الاهانه كاع، كنحس انا بواحد الاهانه كبيره، ملي تنقول واحد الانسان راه انا عندي مشكل ديال الكرا، وعندي مشكل ديال الضو والماء، وما تنقدرش، وانا خدام تنخدم كل نهار، ما كاينش شي نهار تنأريت فيه، والله ما عمري ما وقفت ولا شتيت شي عطله ولا، الاسبوع كامل وتنخدمو، العام كامل وتنخدمو، وتنلقى راسي ما واصلش. ما تنوصلش حتى المصاريف اليوميه ديالي العاديه. الوغ دابا تنتمناو من الناس من الحكومه تجي من جهتنا وتشوف من حالنا. كندير فراشه في شارع محمد الخامس، وللاسف الشديد ما عندناش لا حقوق لا حتى شي حاجه. الا صبات الشتا ولا جانا البوليس كنجمعو، والقراء اقبال على الكتب ما كاينش، التغطيه الصحيه ما عندناش، ما ديك لا رماد ما كايناش. كنتمنى الواقع والوضع في المغرب السلطات المسؤوله يهتموا بينا ويفكروا علينا شويه ولا يعطيونا بديل. انا عندي معاناه، كنخدم في الشارع هذا، ما عندي لا تغطيه صحيه لا والو، معرض للخطر، معرض للاهانه، معرض لكل شيء. عندي اعاقه في العنق، تمشي للسبيطار ما كيديروا معايا والو، كنمشي تنعاني انا مجوج وكاري، عندي مشاكل مع مولات الدار، فسميتو ما لقيت باش نخلص لا ضو ولا مالك لا حتى حاجه. انايا دابا تنشوف من السلطات ومن الدوله ديالنا تشوف معنا شي حل، حنا تنعانيو. هاد الناس هادو اللي تيمشيو يحرقوا تيلوحوا راسهم في البحر وتيدوا سميتو كل جو تا هما فين يخدموا ولقاو الكرامه، ولقاو سميتو والله ما يمشي شي واحد يروح راسو في البحر. حتى انا نشوف عامر راسي، انا ما كرهتش، انا من غد نمشي لخويا البلاد، حقاش ما لقيتش اللي يعتني بيا. انا مريض دابا، ما خاصني يعطوني الحقوق ديالي، يعطوني يديروا معايا شي حاجه، انا تعترف بيا الدوله، واش انا معرض للخطر خدام في شنطه درنا على طوموبيل ما كاين اللي يعرفني، تنجي وسط الطوموبيلات الناس تيعايرونا تيقمعونا تيقول تخدم تنخدموا بالحلال.